فاكهة التين علاج لعدد من الأمراض، حيث تحتوي تركيبته على فيتامينات A وB وC بجانب نسب مرتفعة من أملاح الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. وبحسب الدراسات، فإن التين ينشط الكبد والكلى ويعالج أمراض الدورة الدموية والأوردة، إلى جانب دوره في تفتيت الحصى، كما يساعد على تنشيط وظيفة الأمعاء ويقضي على الرشح والزكام، حيث أنه مفيد لعلاج السعال المزمن ولبعض الأمراض الجلدية مثل البهاق، ويساعد على إنقاص الوزن، ولكن لا ينصح بالإكثار منه. تناول التين مهم للوقاية من أمراض القلب التاجية، حيث يحتوي التين المجفف على البوليفينول وأوميغا 3 وأوميغا 6، كما وأن وجود الألياف يساعد على تطهير القولون من المواد التي تسبب السرطان. وتشير الدراسات إلى أن أوراق التين مفيدة لعلاج مرضى السكري، حيث تقلل أوراق التين من كمية الأنسولين التي يحتاج إليها المرضى. ابتسام رمال، الراي.